أحسن الله إليكم، تسأل عن النعاس، هل ينقض الوضوء شيء؟ النعاس من الجالس لا ينقض الوضوء، أما النوم من المتكي على شيء أو من المضطجع على الأرض فإنه ينقض الوضوء، قليله وكثيره، لأن الإنسان لا يتمكن من نفسه. أما النعاس من الجالس المتمكن من نفسه فهذا لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم وهم جلوس، ثم يقومون ويصلون.